عزيزتي الامهات، السلام عليكم. اليوم جيت باش نوريكم كيفاش ديروا لي سوان دو لومبيليك، او الطريقه باش تنظفوا السريره ديال المولود الجديد ديالكم. وهذا الفيديو درتو خاصه الامهات اللي عاد المولود الجديد ديالهم، اللي كيكونوا غالبا خايفات وما عندهمش ليكسبيريونس. دونك جيت باش نساعدكم ونوريكم كيفاش ديروا لي سوان دو لومبيليك، او لا تنظفوا السريره ديال الوليدات ديالكم بكل بساطه وبكل سهوله. الو، من اجل هذا الامر هذا غادي نحتاجوا معقم. هذا المعقم موجود في الصيدليات، كاين بزاف ديال لي مارك. كنفضل نجتنب الضوء الاحمر، لان الضوء الاحمر غالبا كيجلط كلشي وعندو نفس الافيكاسيتي ديال هذا المعقم هذا. دونك كنفضل المعقم بكل بساطه. طيب، غادي نحتاجوا ايضا لي كومبريستيريل او لا الضمادات المعقمه. نقدر نحتاج كذلك لي ديسك دو كوتون ولا الاقراص القطن اللي موجوده في المحلات التجاريه الكبرى. طيب، الوغ من اجل هذا غادي ناخذ المعقم، غادي نبدا نرش 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 مزيان على السريره ديال البيبي ديالي. الوغ هذيك السريره ما نخافش منها، غادي نشد داك المقيبط. هذاك المقيبط ما كيقصحش، وما نخافش من داك لا ريجون هذيك، لان داك المقيط وداك لو كوردون اللي كاين تما ما فيش اعصاب حسيه، فيه فقط عروق، وداك العروق كتكمش وكتيبس. دونك ما نخافش من داك من انني نقصح البيبي ديالي. وحتى الا رشيت المعقم والبيبي بكا فماشي الا انني قصحتو غير حيتاش جاه بارد فقط ومع داب البرد. دونك ما نخافش من هاد الامر هذا، ملي كنقصحوش. من بعد كاع داكشي اللي رشيت وكنرش مزيان، بحال اللي غادي نغسل داك السريره هذيك. الوغ ملي كنرش مزيان خصني داك 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 المعقم كامل اللي رشيتو نشفو، يا يعني اما غادي نشفو بلو ديسك دو كوتون وكنشف من الداخل على برا. داكور، ومنين نخرج على برا، يعني منين نقيس الكريشه ديال البيبي، منعاودش نرجع للسريره باش ما نقلوش الجراثيم اللي على برا، نقلها من الداخل. دونك غادي نشف كاع داكشي كامل، يا يعني اما قلت لكم بالديسك دو كوتون، او لا من الاحسن بالكومبريس ديالي. ومن بعد غادي نشد هاد لاكومبريس بالطول وغادي نلويها على داك السريره ديال البيبي ديالي ونفيكسيها له بلاكوش. الوغ هاد العمليه ممكن نديرها مره وحده في النهار، في الصباح ملي ندير له لاطواليت ديالو وندير له لو سوان حتى هو معاه، اولا ممكن نديرها له يعني مرات اخرى في النهار الا توسخات له الكومبريس بيبي ولا قاسها بالخروج ديالو. دونك ممكن انني نقيها له مره اخرى، ما كاين حتى شي مشكل. وهذه العمليه نستمر فيها الى حدود ان السريره تطيح. غالبا كطيح من 7 ايام، ممكن انها تمشي حتى ل 14 يوم وطيح، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ شنو هما الاخطار او المشاكل اللي كنواجهوها الا ما السريره ما تعقمتش مزيان، ما تنظفتش مزيان وما نشفتش مزيان؟ الوغ ممكن هاد السريره تعطل في انها تنشف وتعطل انها طيح، وممكن انها دير لنا تعفنات وتبقى تمدي بالماء في اللون، وداك الماء كيولي كيخضر وكيدير لنا من بعد تعفنات. الوغ نخليكم دابا مع واحد الفيديو اللي درت فيه لو سوان لواحد لو بيبي عاد كيفاش تزاد، باش يقربكم اكثر من الطريقه باش تعتنيو بالطفل ديالكم. شدي غادي ما تخافيش، غادي نغسلها بهاد لو برودوي هذا. داكور، الا بكا راه غير جاتو بارده، راه ما كتقصح من حتى شي حاجه. دونك انا رش مزيان. داكور، نرش، تقدري تجبدي شويه على الحجر، ما تخافيش راه ما كتقصحوش، غير بارده وصافي. دونك نرش مزيان 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 من الفوق من التحت، ما تشطحش، نرش مزيان. هادشي كلشي اللي رشيتو غادي نشفو. هادشي هنايا بعدا، هنايا راه مكيتقصحش، وهادشي كلشي نشفو صافي، نشفو من الداخل على برا. يعني إلا خرجتي على برا متعرفيش ترجعي لداخل صافي. دابا هادي غادي نلوحها، يا إما تنشفي بالقطن بهادوك لي ديسك ديال الكوطون، نعاود نشف. نشف.
كومبريس محكمه نديرها بحال هكا بالضو نديرها ندورها هنا صافي نفكسيها بلا صافي هاد العملية ديريها مرة وحدة في النهار.